بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير. أخباركم يا رب طيبين. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله معاي فيديو جديد، وحياكم الله معاي بيوم جديد مشرفيني ومنوريني. شكرا على التعليقات الحلوة والتعليقات الجميلة اللي جتني بالفيديو اللي فات. الله يسعدكم والله يوفقكم والله يا رب كذا ييسر لكم كل أمر ويرزقكم يا رب ما تمنون. اليوم بإذن الله تعالى بنرتب الفريزر حقي مع بعض علشان نبدأ عاد نستعد لتجهيزات رمضان. أكيد تجهيزات وتفريزات رمضان. بوريكم الفريزر قبل وبوريكم الفريزر بعد التنظيف، ايش الاشياء اللي ابغى احطها عفوا وايش الاشياء اللي ابغى اشيلها. بس كالعاده وقبل ما نبدا الفيديو جيبي حاجه علشان تشربينها ويلا معاي بلشي الفيديو. أول حاجة بأتكلم عليها اللي هو الفريزر حقي. أنا عندي فريزرين، عندي فريزر عمودي اللي هو هذا، تمام؟ الفريزر حقي هير سابقا تكلمت عليه، له معاي قرابة السنة ونص. رائع 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 ما شاء الله تبارك الرحمن. خذيته بسعر 2200 ريال، تمام؟ عندي فريزر الثلاجة العادي، خلاص؟ الثلاجة حقتي كومفورت يابانية، الفريزر بطل والثلاجة بطلة ما شاء الله. المهم عندي جهازين ثروة يعتبرون. أحس أني دائما أتوفق بالأجهزة، ماني عارفة ليش، يمكن لأني أقنع بالقليل، أحس أني كل شيء أرضى فيه كذا، أنا باعتقادي كذا يعني. المهم أن الفريزر ما شاء الله حلو ما عليه كلام. طبعا أنا حابة أوريكم الفريزر قبل، شوفوا شوفوا هذا الفريزر. تمام، في اشياء نبغى نرتبها، اشياء نبغى نشيلها، اشياء نبغى نعزلها. المهم نبغى نقلص حجم الدرج هذا على قدر المستطاع. نفضف الفريزر زين واشوف ايش ابغى اسوي. يلا مع بعض كذا خلونا نطلع درج درج ونشوف ايش نبغى نعمل مع بعض. دائما لما احب ابغى انظف شيء دائما اختار الطاولات الفاضيه، يعني ما اختار الطاولات اللي عندها اغراض، لا احب دائما اختار الطاولات الفاضيه علشان انظف كذا على راحتي. خلوني اول شيء نبدا بدرج الخضار ونشوف ايش في عندنا. ويلا نبلش على بركه الله الترتيب حق الفريزر. اول شيء طلعت كل الاكياس هذه اللي تشوفونها، تمام، ابغى احطها بالفريزر حق الثلاجه. ليش؟ علشان احنا باقينا تقريبا شهر وتقريبا اسبوع على رمضان ان شاء الله او اسبوعين. احاول الفتره هذه انه هذه الاشياء المجمدات احاول انه انا اطبخ منها. خلاص احنا ندخل بالشهر الجديد، هذا الشهر اللي يبغى يدخل انا ابغى اجيب فيه مقاضي رمضان علشان افرزن، حلو؟ فاحاول على قدر الامكان انه هذه الاشياء انا اطبخها. عندي هنا كان سبانخ، عندي كان باميه، وعندي كان خضروات مشكله، وعندي بازاليا، قلت اطلعها واحاول انه انا اطبخ منها. جبت هنا منظف الثلاجات والميكروويف اللي من دكتور بيكمان، هذا كنت ما اخذته انا من مؤسسة الاطباق النظيفة، رائع يا بنات وامن وصحي، يعني ما هو ضار نهائيا حتى ما له ريحة. ومعروفة شركة دكتور بيكمان، راح اخلي لكم رقم مؤسسة الاطباق النظيفة تحت في صندوق الوصف للي حابة تطلب. جيت كذا حطيت الاغراض كلها داخل الصندوق. انا احاول على قدر الامكان انه افضي درج ولا درجين بالفريزر علشان افرزن فيهم، واكيد بعض الاغراض راح تبقى معاي وتطول معاي، عفوا تخلص معاي قبل رمضان بطبخها يعني. زي ما شفتوا الزبيب انا ما حطيته مع الاغراض، قلت خلاص بعبي فيه العلبه لانه الزبيب اصلا كان فاضي عندي، فقلت اعبيه بالعلبه حقت الزبيب. هنا حطيت البقدونس وحطيت الكزبره، كنت احرص على انه يكون في فوضى داخل الدرج. وهذا جبن الشيدر، انا اجيب قوالب كبيره وابشرها واحطها في كيس. وهناك كمان الزيتون. كل هذه الاشياء اللي داخل الدرج انا فرزنتها معاكم، اكيد اكيد باستثناء البطاطا الفيسات.
شايفين كيف حطيت الزيتون كذا؟ طريقة الزيتون فرزنتها معاكم. واحدة قالت لي يا أم سارة يوم فرزت الزيتون ليش يا أم سارة حطيتي معاه شوية مي؟ لأن المادة الحافظة اللي هم حاطينها للزيتون، المية اللي حاطينها عشان تحفظ الزيتون عمرها قصير، مش عمرها قصير، كميتها قليلة، فأنا زودت عليها مي عشان تكون الكمية أكبر وفيها نسبة مواد حافظة. جبت العلب هذه، العلب هذه كنت حاطة فيها أنا جبن موزاريلا، كمان باشرته وحاطته وأوزعها كذا بعلب، أكتب عليها من فوق جبنة. خلاص كذا هذا الدرج الأول، حطيت الجبنة هنا، الجبنة الموزاريلا وجبنة الشيدر، حطيت البقدونس والكزبرة، الفطر والزيتون والشمندر. تمام، هذا كان الدرج الأول. تمام كذا خلاص. جيت الحين للدرج الثاني، هذا الدرج يعتبر كبير عندي، أكبر من الأول مرة كبير، فبحاول أخليه فاضي علشان التفريز، ما راح أحط فيه ولا أي شيء. تمام، بخليه كذا فاضي علشان أفرز فيه. زين، بستغله كذا كله للتفريز، بس بشيل الأغراض اللي داخل وأرتب الدرج، أمسح الدرج عفوا، أنظفه وأرجع عشان لو بغيت أفرز أحط فيه على طول. تمام، هذا الدرج يعتبر من الدروج الكبيرة عندي بالفريزر، مهم جدا جدا، كبير صراحة. في عندي أنا درجين كبار بالفريزر، قلت أمسح. في بنات قالوا لي أم سارة شو رايك بفريزر هاير اللي معاي، يعني بعد استخدامك له؟ أنتم زي ما تشوفون ما شاء الله تبارك الرحمن، لا ثلج لا خراب. اللي قالوا أم سارة الدروج تتكسر مع الوقت، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، لما أنت تحافظين على الشيء، الشيء يعطيك عمر. لما أنت تهملينه بدون تنظيم وبدون ترتيب، لا ما راح يعيش معك. هنا كان عندي كمان بقايا بندورة كنت أنا فرزنتها كمان، شلتها. كل الأشياء هذه بنظمها معاكم الحين. حاولت إنه يكون هذا الصندوق الكبير فيه كل العلب. تمام، الصندوق الكبير هذا حاولت يكون أخلي فيه يعني كل العلب الكبيرة عشان لما أسحبه يكون كل العلب. واحد خليته فاضي، واحد خزنت فيه العلب، لأنه الفريزر عندي عبارة عن درجين كبار وأربع دروج وسطية، كانت إيدي باردة هنا، فحاولت إنه أخلي كل العلب بالدرج الكبير هذا. بس أول قبل ما أحط الأغراض لازم يا بنات إنه أمسح الأدراج. إذا أنت حابة تفرشين داخل الأدراج عادي ما في مشكلة، بس قلت لكم أنا ما أحب أفرش داخل الأدراج أو الثلاجة، لكن هالمرة أنا خذيت فرش عشان الفريزر، بحكي لكم التفاصيل بس نوصل بإذن الله تعالى لوقت الفريزر العلوي. إذا تذكرون ببيت القديم الفريزر العلوي كان عندي مخزن صغير حاطته فيه، لأن مطبخي ما كان يشيل، بس هالمرة ما شاء الله تبارك الرحمن دخلنا المطبخ الفريزر للثلاجة، شو بلاقي قاعد أكلج. هنا حطيت كمان المكسرات علشان ما تسوس، وهذه الملصقات خذيتها من شي إن، تكتبون عليها رائعة يا بنات، عليها تاريخ الانتهاء وتاريخ الصنع. هنا حطيت المعمول اللي فرزنته معاكم، وكمان حطيت السميد. حلو، دائما لو تبغين تنظمين حاولي العلب تكون قد بعض، اذا تبغين تحطين اشياء فوق بعض حاولي العلب تكون قد بعض علشان ما تسبب لك فوضى. وانا من نصيحتي ام ساره الفريزرات الكبيره عادي استخدمي فيها المنظمات، اما الفريزرات الصغيره ابدا ابدا لا تفكرين تستخدمين فيها منظمات، لانها راح تعفس لك الثلاجه، وبتكلم على النقطه هذه بوقتها. كمان جبت الطحين وحطيته هنا، الطحين كان عندي بالفريزر العلوي، وهنا كمان عندي طحين البر. أحاول على قدر الإمكان إنه أرتب الأغراض، اللي ما يضبط أشيل وأرجع أرتب مرة ثانية. طلعت علبة قهوة قلت نتقهوى عليها خلاص. الحين عاد تعالوا معاي خلونا نشوف القهوة الرائعة هذه اللي وصلتني، أحتاج جرعة من القهوة. وصلتني قهوة من متجر قهوة بيت أبوي. القهوة يا بنات أنا بجربها معاكم اليوم ولأول مرة، إذا حلوة بنزل الإعلان، وإذا مي حلوة والله على ما أقول شهيد برجع قهوتها لها. طبعا امي تمدح لي فيها، امي منسقتي تقول لي يا ام ساره ما شاء الله تبارك الرحمن البنوت اخلاقها عاليه، عارفه ايش تبغى على طول، ابغى اعلن عندكم كم السعر والاستراتيجيه وكل شيء. وخلصنا بنفس اليوم وارسلت الاغراض اربع ايام عن طريق ارامكس، وصلني المنتج، التغليف رائع زي ما تشوفون ما عليه كلام. ارسلت لي نوعين بن، واحد مكتوب عليه تحويجه خاصه، هذه خاصه بالمتجر، بهارات وتتبيلات يحطونها للقهوه. تمام، والنوع الثاني من البن اللي هو البن بالنكهة الأصلية اللي تحب طعمة البن المعزز كذا، النكهة كذا اللي تقدح بالرأس، هي هذه. تمام، أنا بجربها معاكم اليوم بقولكم حلوة ولا مي حلوة، إذا مي حلوة ما راح أنزل الإعلان، بقولها ترى المنتج مجاز لي، وإذا حلوة أكيد أنتم قاعدين تشوفوني الحين. خلاص خلونا نجرب المنتجين هذولا مع بعض وأقولكم رأيي فيهم من الآخر.
يعني إذا زينات بقولكم الأحسن والأفضل وإيش عجبني وإيش ما عجبني. طبعا زي ما تشوفون التغليف يفتح النفس، بس أكيد راح أعبيهم بعلب علشان يعيشون عندي عمر أطول. تعالوا يلا مع بعض خلونا نفتح الأكياس ونشوف. أول حاجة كذا جبت علب كتبت عليها واحدة محوجة واحدة أصلية علشان أفهم اللي فيها بهارات واللي خالية. فتحت العلب كذا وعبيت القهوة. طبعا حنا بالسعودية القهوة تعتبر عندنا، أتوقع ما أدري، أتوقع من أكثر دول العالم استهلاك القهوة، تعتبر حاجة أساسية عندنا خصوصا بالضيافة يعني. المهم عبيت القهوة زي ما تشوفون ما شاء الله، من شقيت الكيس فاحت الريحة خيالية، واللون ما شاء الله تبارك الرحمن فظيع. أشكر، والحمسة عجبتني، ما هي ناعمة ناعمة ولا خشنة، مو الحمسة، الطحنة كانت يعني طحنتها ممتازة، واضح انها عن خبرة. وهنا القهوة الثانية شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. جيت الحين جبت الأم حطيت مية باثنين، وابغى طبعا راح اجرب النوعين، اكيد ما راح اخلي نوع بلا نوع، لا بجرب اثنين بقول لكم ايهم عجبني اكثر يعني. خلاص كذا عبيت المية ويلا خلونا نحط القهوة. بديت اول حاجة بالنكهة الاصلية، لتر مية احط عليه ملعقة وربع من القهوة، بالضبط ملعقة وربع، تمام، وحطها كذا على النار علشان تغلي لان المية حارة. المحوجة برضو لتر مية حطيت عليه ملعقة مليانة ملي وربع ملعقة الاكل ربع ملعقة، حلو، وخليها كذا تغلي اكيد على النار. اتكلم معاكم موضوع صغير بخصوص موضوع التجارة. ما شاء الله تبارك الرحمن تعجبني الإنسانة أو الإنسان المكافح على نفسه، اللي يشتغل اللي يعمل، اعملوا اشتغلوا بالأرض أي حاجة دام إنه عمل شريف عملوه سووه، والله العظيم رب العالمين يطرح فيه البركة. تفشلين أول مرة تطحين أول مرة. أنا ما أبغى أحكي لكم عن سلسلة محاولتي إني أبني لي عمل خاص، لكن رغم إنه الحمد لله ما علينا قاصر، لكن أحب إني أعمل، أحب بحياتي العمل، أحب إني أشتغل، أحس إني إنسانة فعالة. إياك أنا عبارة عجبتني، لا تكون عبء على هذه الحياة، اشتغل بهذه الحياة. مو شرط إنك تشتغل معناته إنك تروح مثلا تشتغل وتدور وظيفة، لا، ممكن يكون العمل تجبرين خاطر إنسان، ممكن يكون العمل تضحكين بوجه إنسان، ممكن يكون العمل تزرعين شجرة، أي تحسنين تربية، إعملي، يكون لك هدف تعملينه على خير. هذه الأعمال كلها لك أجر فيها عند الله سبحانه وتعالى، وهذول الناس اللي يعملون وتاجرون وما أدري إيش من قهوة من أشياء بسيطة، الله يوفقكم يا رب، والله يفتح لهم يا رب الرزق من أوسع أبوابه. يعني عمل شريف وعمل طيب وعمل يعني عمل بفخر سووه، أكيد ما سووا الشغل هذه لأنهم يحبونها. وأنت كمان لا تستنين إنه أحد يجي يسحبك من إيدك ويقولك يلا قومي اعملي، قلت تعالي أحطك على الطريق وخطوة بخطوة، لا، أنت اقري وافتحي وشوفي تجارب الناس وشوفي قصص الناس وكفاح الناس وكل اللي وصلوا، ترى كلهم تعبوا وكلها عانوا وكلهم عانوا. ممكن تشوفين أم سارة يوتيوبر ما شاء الله وصلت 100,000، ما تدرين وش كثر الأشياء اللي كانت خلف الكاميرا من تعب، من تضحيات، من تصوير، من وقت، من تعب، من جهد. وأنت كمان اللي تسمعيني وعندك فكرة براسك، اسعي لها، احفري الأرض حفر علشان توصلي، احفر الأرض حفر. حتى الجنة ترى الجنة مي بالمجان، الجنة تحتاج عمل، كل شيء بهذه الحياة يحتاج عمل. الحين تعالوا معي كذا خلونا نجرب القهوة مع بعض. طبعا هي غليت وفارت وكذا، أبغى أصبها الحين بالترمس. شوفوا اللون ما شاء الله تبارك الرحمن أشقر. طبعا القهوة ما فيها أي مبيضات، ما فيها مبيضات، مواد حافظة، مواد صناعية. نبغى نجرب الحين أول نوع اللي هي المحوجة، حابة أوريكم اللون بس ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا لي اللون أشقر، القهوة شقرة، خذيت معها قطعة حلا، القهوة ما تبين غير بالحلا، تبين نكهتها، بس الريحة كانت تفتح النفس. وبقول بسم الله الرحمن الرحيم ونذوق. ما شاء الله تبارك الرحمن القهوة من الآخر فظيعة. شوفوا، ما أبالغ لو قلت لكم ألذ قهوة أنا ذقتها، ألذ قهوة أنا ذقتها بدون أي كذب، ألذ قهوة أنا ذقتها. يا بنات مزبوطة، قهوة موزونة، والتحويجة اللي حاطينها فيها واضحة. يوم تشربين ما تحسين تشربين بن وماء، لا، تشربين قهوة، فعلا قهوة محوجة، نكهتها خيالية خيالية خيالية. الله يسلم إيديها يا رب.
وإذا يعني ويعطي أبوها يا رب كذا طولة العمر إن شاء الله، وإذا هي متزوجة الله يا رب يمد إن شاء الله في عمر عيالها وعمرها إن شاء الله، ويمسكون هذه الصنعة لأنها صراحة ثروة ما شاء الله تبارك الرحمن، النكهة من الآخر فظيعة. راح أخلي لكم رقم متجرها تحت في صندوق الوصف، وكمان في أول كومنت مثبت ادخلي اطلبي من عندها وادعي لأم سارة اللي تبغى حاجة موزونة رمضان ولا العيد، لا تترددين تاخذين من عند قهوة بيت أبوي. هذه النكهة الأولى المحوجة، تعالوا مع بعض خلونا نجرب النكهة الأصلية ونشوف حلوة ولا لا، وإذا مي حلوة بقول مي حلوة وبعلمكم أي نكهة أحسن للي حابة تطلب. ويلا هذه القهوة الثانية اللي هي البن الأصلي، بسم الله الرحمن الرحيم، خلونا نذوق. طبعا ريحتها ما عليها كلام، شوفوا أنا أم سارة عجبتني المحوجة أكثر لأني أحب النكهات تكون واضحة بالقهوة، أحب القهوة المنكهة. إذا أنت من الناس اللي تبغين قهوة أصلية اللي هي قهوة كبار السن ومدري إيش، خذي هذه اللي هي القهوة الأصلية، لكن أنت مثلي تحبين القهوة المحوجة خذي المحوجة. الله يسلم إيديك يا حبيبتي، والله يفتح أبوتك وين ما تروحين، والله العظيم بدون مبالغة وبدون حلفان أجمل قهوة أنا ذقتها، الله يوفقك يا رب. كمان عندي هنا بودرة السحلب اللي وريتكم إياها المرة اللي فاتت على طريقة الشيف حسني، كانت قربت تتخلص، عبيتها في علبة صغيرة كذا وبدخلها كمان لدرج الأغراض. نصيحة كمان صغيرة مني، دائما اختاري العلب اللي تكون على حجم أغراضك أو يعني المحتويات اللي داخل العلبة، لا تاخذين علب كبيرة. خلاص خلصت الدرج هذا، حاولت على قدر المستطاع إني أحط فيه العلب، فهمتوني؟ كل العلب اللي أنا مفرزنتها على قدر المستطاع حطيتها بدرج واحد علشان ما يصير عندي في تشتت بالعلب. خلاص خلوني كذا أرجعها للثلاجة وأجيب الدرج اللي بعده للفريزر. وقفت الفريزر هذاك لأني برتب هذا أول، أبغى أشوف إيش في عندي، أبغى أطلع كل الأغراض اللي داخل الفريزر علشان أكيد أكيد أبغى أنظفه أول. الحين أبغى أنزل كل الأغراض اللي داخل الفريزر علشان أبغى أمسحه وأرتبه. طبعا حاجة مهمة جدا 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 للفريزرات الصغيرة، شايفة العلب هذه، إياك تحطينها داخل فريزرك دائما على قدر الإمكان، استخدمي الأكياس بطريقة مرتبة وبشرح لك الحين الفكرة كيف. جبت كمان دكتور بيكمان وأبغى أمسح الثلاجة أو الفريزر بالكامل. الحين عندي هذا اللي وريتكم إياه بالمشتريات اللي فاتت، أنا من الناس اللي ما أحب أفرش فريزر وثلاجتي صراحة، بس برمضان أفرشهم لأنه أخذ أستهلك فريزر كثير، فهمتوني؟ تفريز صرصات ما أدري شو، وخاف تجمد، فقلت خلاص كذا أحطها وبعد رمضان أشيلها. خذيتها يا بنات من أبو خمسة، أتوقع تأخذ فوق وتحت، أبغى أقسمها بالنص بحطها يعني. قصيتها كذا من النص وأبغى أفرشها كذا داخل الفريزر، قلت لكم بس مؤقت وبعد رمضان إن شاء الله بشيلها علشان الصلصات أشياء انكبت من التفريز كذا، ما أقعد أمسح الفريزر كل شوي، خلاص بس برمضان وأشيله، لأني أنا من الناس اللي توترني هذه الأشياء داخل ثلاجتي أو فريزري، ما أحب أفرشها يعني، بس عاد الحين مكره من أخاك يا لا بطل. خلاص تفرشت كذا الرفين، شوفوا كيف قصيت على قد احتياجي. وبعد كذا أبغى أبدأ أصف الأغراض. الثلاجة حقتي يا بنات كومفورت، ثلاجتي يابانية، خذيناها أيام العروض من الشتاء والصيف ب 1600 ريال، قديمة قديمة معاي ما شاء الله تبارك الرحمن. خلاص كذا فرشت الفريزر، الحين أبغى أبدأ أرتب الأغراض. أنا لأنه عندي فريزر كبير فعادي أستخدم المنظمات، لكن أنتي تعالي معاي كذا بقول لك كلمة صغيرة يلي فريزرك صغير. أعطيكي نصيحة بخصوص إذا كان فريزرك صغير، تمام؟ ابعدي قد ما قدرتي على المنظمات اللي زي كذا مفتوحة، يا اختاري المنظمات اللي بغطا، يعني غطا وتحطين فوقها علبة ثانية وتغطينها، تمام؟ أو تصفينها بالطريقة هذه. لكن لو استخدمت المنظمات اللي بالشكل هذا ما راح يكفي معاك الفريزر ولا أي شيء، ولا راح يسوي معاك ولا حاجة، وكنك يا أبو زيد ما غزيت. فقد ما قدرتي اختاري المنظم اللي له غطا، أو تصفين الأكياس بالطريقة هذه علشان الفريزر ياخذ معاك. تبغين تفرزنين سمبوسة، تبغين تفرزنين ما أدري شو، لا تسرين الكيس صر، يعني تجيبين من هنا تربطين الكيس كذا تمام وترمينه، لا لازم تخلينه رقيق بالطريقة هذه وتفرزنين عشان تحطينه فوق بعض طبقات زي كذا، فهمتيني؟ علشان اللي حطيتي زي السرر ورميتي أو البكشة ورميتي بيسوي معاكي كركبة وفوضى، دائما التنظيم كذا أفضل.
هنا كان عندي مجموعة من الذرة، أكياس كثيرة ذرة، تقريبا عندي 11 كيس. طبعا هذا أنا ما شريته، هذولا ماما أعطتني إياهم، كانوا جايين يسهرون عندي، وعلى أساس نسوي بالبيت عندي أكواب ذرة وكوب ذرة وناكل يعني، بس ما أسعفنا الوقت وقالت خلص كلهم أنتم، راحت خلت الأكياس، فكيتهم أنا وحطيتهم بعلبة لحد يقول لي تاريخ الانتهاء، ترى من الآخر بشنكهم. الذرة ما تطول حتى شهرين كذا وتنوكل، ومعروف الذرة صلاحيتها يعني قرابة 8-9 شهور. حطيت بعضه بالطاسة علشان أبغى أسلقه وأخذه لأهلي، وبعضه حطيته بالعلب علشان أفرزنه. تمام، زي ما تشوفون كل الأكياس نفس بعض، يعني تاريخ الصلاحية واحد. والذرة صراحة من الأشياء اللي ما تطول، شهرين عندي بالبيت وتخلص. جبت استيكر كذا وحطيته وكتبت عليه ذرة. الحين رجعت للبطاطا الأولى حقت الفيسات، كمان حطيتها بعلبة. يا زين العلب للتنظيم، يا زينها زينة. وهذه الزبدة كمان صفيتها بالباب. وجيت الحين هنا، هذه الطريقة يا بنات حلوة إذا كان عندك بقايا من الأشياء اللي فتحتيها، مثلا بازاليا، ذرة، شيء فتحتيه، لا تحتفظين بالكيس، حطيه داخل علبة أرتب وأنظم. أنا أتكلم للفريزرات الكبيرة، ما أتكلم للفريزرات الصغيرة. هذه بقية البندورة اللي أنا طحنتها، كانت عندي تقريبا يا بنات حول 50 كيس، والله ظلينا سنة كاملة وحنا ناكل من البندورة هذه، وهذا اللي بقى بس تقريبا سنة، هذا اللي بقى بس سلة الصغنونة هذه بقت فقط لا غير. هنا كمان جبت الرز المصري، كنت مقسمته على علبتين، قلت ليش يا أم سارة ليش كذا أنتي فضوية وليش كذا تحوسين. جبت صندوق وجمعت الرز المصري كذا بصندوق واحد، قلت أفضل وأحسن، وأغطيه أكيد بالفريزر علشان السوس. وكذا تمام التمام، كتبت كمان عليه رز مصري. قطعت الزبدة اللي كانت بالفريزر حطيتها فوق الذرة، وجيت هنا كمان حطيت الجوز هند، بس لقيته معلق وجامد. الطريقة جدا سهلة، حاولت بإيدي بس ما قدرت، جبت ملعقة خشبية كذا وأطق بكل سهولة ويسر علشان يتفكك الجوز هند يعني، وعبي الجوز الهند من الأشياء اللي لازم تنحفظ داخل الفريزر لأنه يسوس. عبيته كذا خلاص كمان بالعلبة وأكتب عليه جوز هند. لو تلاحظون غالبية العلب قد بعض عندي، أحط عليه ورقة وستيكر وجوز هند، ويا سلام وللفريزر. خلصت كذا، وهذا المطبخ والحوسة، يلا مع بعض كذا ننظفه على السريع. شايفين الحين كذا قاعدة أوريكم الذرة اللي باخذها لأهلي، حطيتها على النار تذوب بدون أي شيء، على نار هادية بس المي ينزل، وبعدين أحط زبدة وكمان أحط شوية ملح. الحين جاء دور الشكل النهائي، خلاص بوريكم أول شيء الفريزر العلوي. تمام، بسم الله ما شاء الله، شوفوا هذا شكل الفريزر صار من داخل. أيوة، معبى أغراض، حطيت فيه الصلصة وحطيت فيه كل حاجة قريبة من إيدي، الطبخات لا بغيت شيء هنا، حاجة خذيت طبخت. اليوم بسوي على العشاء بإذن الله تعالى بامية، يعني صبيت الأغراض كلها كذا، أشياء اللي أحس أني بستخدمها كل يوم حطيتها هنا. تمام كذا. طيب أوريكم الحين الفريزر الثاني اللي هو الطويل هذا اللي من هاير، شوفوا فوق، فوق صار فاضي عندي، ما في شيء خلاص. هنا حطيت البندورة وحطيت الرز المصري، هنا اللحم والدجاج، وهنا البقدونس والكزبرة والفطر والزيتون، وهذا فاضي، واللي تحت تحت بس في خبز. يعني صار عندي يا بنات ثلاث أرفف فاضية، ولسه يعني ما طبخت على رمضان شهر كذا، يبغالنا متأكد الفريزر راح يفضى، يعني نرجع نعبيه بالأشياء الأساسية حقت الشهر الفضل. وبكذا أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، تأكدوا أن الفيديو هذا انعمل بكل حب، وكل تصوير فيه وكل حاجة سويتها لكم بكل حب، أتمنى الحب اللي داخل قلبي قاعد يوصلكم، وأتمنى أنكم تحسون بهذا الحب داخل الفيديوهات اللي أصورها لكم. يشهد الله علي أني أعملها كذا وأنا مغمورة من داخل بالعرفان والشكر لكم. أنا ما أصور علشان بس أكسب مادة ولا ما أدري شو، لا، أصور لأني أنا أحب الشيء هذا، أصور لأني أنا أحب أفيد الناس، أصور لأني أنا حابة شغلتي هذه، أعملها بكل حب، وأتمنى كمان أن الشعور اللي داخلي قاعد يوصلكم. حاب أقول لك إذا حبيتي قناتي لا تنسين تطقين عندي اشتراك، وإذا حبيت الفيديو لايك صغير ما يضرك ولا يقصر عليك ولا شيء كذا، تقدير شوي بس الأمسار لايك صغير، الله لا يهينك فضلا لا أمرا.
اكتبوا لي بالتعليقات شو حابين نسوي الفيديو الجاي، وبشوف الاكثر تعليق كذا يعجبني وابشروا فيه عشان نطلع شوي على جو الروتينات. كذا انا اقولكم سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مع السلامة.